قبيل بداية موسم الحج أطلقت الهيئة العامة للطرق مشروعا رائدا في توسيعة تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في عدد من مواقع المشاعر المقدسة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة. تأتي هذه المبادرة في إطار تحسين تجربة الحاج والمعتمر. كاميرا برنامج أخباركم تواجدت في أرض المبادرة ورصدت العمل عن كثب، حيث تستهدف المبادرة خفض درجات الحرارة في الأسطح الإسفلتية وتسهيل حركة السير، وقد تم إضافة مواد مبردة إلى الإسفلت المستخدم في الطرق والممرات بالمشاعر المقدسة. هذا العمل يعزز من تحسين تجربة الزوار وتسهيل حركتهم في المشاعر المقدسة. لبرنامج أخباركم، عبد الله الطويرقي، المشاعر المقدسة. شكرا للرائع عبد الله.